هو مرآة تعكس تطور الحضارة والثقافة الفلسطينية. يتميز الفن التشكيلي في فلسطين بتنوعه وغناه، ويعبر عن الهوية والتراث الفلسطيني، حيث مر بمحطات بارزة عبر مختلف العصور. ويعتبر الفن الكنعاني أساس الفن التشكيلي في فلسطين، حيث نسج الكنعانيون فناً خاصاً بهم مستوحى من حضارات مجاورة كبلاد الرافدين ومصر واليونان. تميز هذا الفن بطابعه الذاتي الخاص الذي يعكس الوجه الحضاري للإنسان الكنعاني، فقد ظل صامداً صمود الشعب الفلسطيني على مر الدهر، وذلك رغم مواكبته مختلف تحولات ميدان الفن. كان للتواجد الغربي في فلسطين تأثير في الحركة الفنية الفلسطينية الأولى، حيث ساهمت الأديرة والكنائس في رعاية واحتضان المواهب الفنية الفلسطينية. وقبل حدوث النكبة، كانت هناك حركة تشكيلية فلسطينية معاصرة، تعتبر امتداداً لمسيرة طويلة من الاشتغال البصري في مجال الفنون التطبيقية. فقد شهدت فلسطين تطوراً ملحوظاً في هذا المجال خلال النصف الأول من القرن العشرين، وظهرت بوادر اشتغال في الفن الحديث. فخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، طور مصورون فلسطينيون أعمالاً بملامح محلية، ونشأت مدرسة القدس في التصوير الأيقوني، التي أدخلت سماتاً محلية على الأيقونة البيزنطية، وأسهمت في تطوير لغة تصويرية ذات هوية محلية مميزة. وبعد النكبة، أصبح الفن التشكيلي وسيلة للتعبير عن الهوية الوطنية والمقاومة. تطور الفن التشكيلي الفلسطيني كحركة في فلسطين والشتات، وأصبح يشكل مرجعاً رئيسياً للفن البصري الفلسطيني. ومن الوجوه البارزة في الفن التشكيلي نجد ناجي العلي، وهو رسام كاريكاتور فلسطيني. اشتهر برسوماته الناقدة واللاذعة التي تعبر عن القضية الفلسطينية. ولعل أشهر شخصيات ناجي الكاريكاتورية نجد حنظلة، وهو صبي فلسطيني في العاشرة من عمره، يظهر دائماً وهو يدير ظهره للمشاهد، ويعتبر رمزاً للهوية الفلسطينية والمقاومة. وقد أصبح الطفل حنظلة رمزاً للصمود والتحدي في وجه مختلف المطبات والظروف الصعبة.